يلتحق بنا عبر الهاتف الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الأستاذ حمود الزيادي. أستاذ حمود، كيف تصف لنا هذه العملية الأمنية؟ صباح الخير لكم المشاهدي الكرام. الحقيقة أنه هذا دليل على أنه أجهزة الأمن السعودية تضيق الخناق على هذه الخلايا الإرهابية. نعم. وهناك عملية نظيفة، يعني استطاع تحييد خطر هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم في بعيدا عن أي ضرر لمواطنين أو مقيمين أو حتى رجال الأمن، وبالتالي هي عملية نظيفة ومحكمة. وهناك رصد لكل تحركات الخلايا والعناصر الإرهابية هناك في القطيف، أصبح الخناق يضيق عليهم، يتم هناك العمل على وتيرة متصاعدة في حي المسورة، إعادة تهيئته والتضييق على العناصر المختبئة هناك. أنا أعتقد أنهم في مربع ضيق الآن من خلال الأسابيع الماضية، العملية الأمنية مستمرة هناك، وبالتالي تحييد الخطر الذي كان يعني يستهدف المواطنين ويستهدف المقيمين ويتعرضون رجال الأمن لكثير من هذه الأعمال الإرهابية والمنشآت أيضا العامة والخاصة. أنا أعتقد أيضا من خلال هذا العملية ستتوصل أجهزة الأمن من خلال الأدلة الجنائية إلى معلومات تقودهم إلى مزيد من الخيوط التي تتصل بما يجري هناك، وبالتالي تمكن من محاصرة الخطر الذي كان يهدد يعني ساكني وقاطني تحديدا العوامية وحي مسورة تحديدا. نعم، لو سألتك عن استخدام الإرهابيين للسيارات المسروقة والمعمم عنها، على ماذا يدل؟ والله بكلمة واحدة يدل على غباء هؤلاء. يعني أي إنسان يعني سيارة مسروقة بالتأكيد سيتم رصدها بسهولة، وهذه ليست المرة الأولى. يعني أيضا مصطفى المداد الذي تم القضاء عليه قبل 3 أشهر تقريبا بشهر مارس الماضي، أيضا كانت سيارة مسروقة ومعمم عنها وبالتالي مرصودة أمنية. هذا يدل على أن هؤلاء عصابات بلطجية تمارس يعني الاستهداف بشكل عشوائي وبشكل أهوج، وبالتالي تدار كما تدار يعني أعتقد تدار وتوجه فقط دون أن يدركوا كيف يتم إدارتهم. يعني يسرقون سيارات ويسيرون في الشوارع العامة، وبالتالي بالإمكان لأجهزة الأمن أن تفقدهم بكل سهولة. طيب خليني كمان أسألك عن وجود كمية من الأسلحة والذخائر، هل يعتبر مؤشر على أن الجهات الأمنية ولله الحمد أحبطت عمل إرهابي وشيك؟ بالتأكيد هذه نقطة جدا مهمة، وأنا أعتقد أنه يعني من الصعوبة أن يعني نتحدث في هذه المكونات، لكن هناك احتمالين. إذا كانت مصنعة داخليا فبالتالي يتلقون تدريب وتعليم عن بعد كيف يتم تهيئة هذه المواد المتفجرة. إذا كانت من المهربات فبالتالي أعتقد أنه أجهزة الأمن ستوصل من خلال هذه يعني الأدلة الجنائية إلى مصدر هذه المواد المتفجرة، وبالتالي تتبع مسيرها ووصولها إلى داخل البلد، وبالتالي التعاون مع أجهزة أمنية أخرى ربما يكون عن طريق البحرين أو كذا، لأنه أعتقد الخلايا الموجودة في القطيف هناك سبق تم رصد تواصل بينه وبين الخلايا التي أيضا تستهدف الأمن البحريني، وهي مرتبطة جميعها بالحرس الثوري الإيراني، فبالتالي أنا أعتقد هذا سيساعد أيضا على أجهزة الأمن في السعودية والبحرين للتعاون في هذا الإطار للتضييق على هذه الشبكة المتصلة والتي تدار من الحرس الثوري الإيراني. سؤالي الأخير أستاذ حمود، ماذا تود أن تقول عن يقظة رجال الأمن، خصوصا ونحن في شهر رمضان وتمت العملية في نهار رمضان، ولله الحمد تمكن رجال الأمن من التعامل مع الموقف بكل ما يقتضي هذا الموقف؟ هو أولا التأكيد أنه ليس يعني الأمر هذا ليس غريب على رجال الأمن السعوديين، هم احترافية عالية، واجهوا خلايا وشبكات إرهابية متعددة، لكن النقطة الجوهرية أنها حدث أيضا فيما يسمى الوقت الميت قبل يعني الإفطار، وبالتالي هذا يدل على أن هناك أيضا يقظة في كل وقت قبل الجهاز الأمني السعودي لحفظ الأمن وبالتالي تحييد الخطر. الأستاذ حمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، شكرا جزيلا لك.